أروح لمحطتنا التالية. خبر تصدر المواقع والصفحات والسوشيال ميديا ورسم الابتسامة على وجوهنا لبراعة ومهارة صبايا قدروا يوصلوا لمنصة التتويج ويتوجوا بلقب بطولة غرب آسيا للناشئات تحت سن 16 عام. الإنجاز الرياضي اللي حققه منتخب سوريا للناشئات بكرة السلة بعد فوزه على منتخب لبنان في مباراة النهائية التي جرت بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، إنجاز رياضي لاقى صدى واسع. نتابع بعض هالمشاهد بالبرومو وبنرجع لنكفي باقي فقراتنا. سلمى، بعد ما شفنا هذا البرومو المميز رح نحكي بتفاصيل أكثر ورح نشوف ضمن مساحتنا الصباحية، أكيد رح نحكي بتفاصيل عن الإنجاز الرياضي يلي تم على أرض صالة الفيحاء، وبصرنا أكيد نستضيف سارة الياس لاعبة منتخب سوريا للناشئات بكرة السلة ودلع حمود أيضا لاعبة منتخب سوريا للناشئات بكرة السلة. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم، وصباحنا كتير مميز أنكم موجودين معنا. ميرسي وشكرا على الاستضافة الحلوة. صباح الخير، مبروك الإنجاز، ومثل العادة رافعين راسنا بكل مكان. أهلا وسهلا فيكم بصباحنا غير. ميرسي شكرا. خلينا نبدأ معك سارة ونحكي شوي عن الإنجاز الأخير. أول شيء الله يبارك فيكي، صراحة هو إنجاز كتير كبير أنه حققنا المركز الأول بطولة غرب آسيا بين جمهورنا وناسنا، والحمد لله قدرنا نفرح الكل ونرجع البطولات الدولية بعد انقطاع طويل. دلع، كمان عم نحكي نحن عن إنجاز كتير مهم وعم يعملوا يمكن صبايا، خلينا نحكي بالأول عن الأعمار، أعمار الناشئات يلي شاركوا بهذا الإنجاز وشو هي المراحل والتدريبات يلي مريتوا فيها. هلا نحن أعمارنا كلها من 16 وتحت، أكبر واحدة فينا 16. هلا كتير تمرنا وعملنا معسكرات، رحنا على بيلاروسيا، هذا كثير فادنا المعسكر، كانت لمدة تقريبا نص شهر. رجعنا البطولة الودية بالأردن كمان كثير فادتنا، خلتنا ننسجم مع بعض، نتعرف يعني على مهارات برا كمان. وبعد ما حققنا البطولة بغرب بالأردن، فإنه أكيد لازم كان كمان نحققهم بغرب آسيا. أكيد حلو، يعني إنجاز مهم، تدريبات كبيرة، ضغط كبير. يعني متذكر من كم يوم نزلت صوركم على السوشيال ميديا كان في فرحة كتير كبيرة مننا كلياتنا، كبرتوا قلبنا من جوا، ونحن عم نشوف صبايا من بلدنا بهذا العمر، عم نقول منتخب ناشئ يعني بعمر صغير قدروا يحققوا هالإنجاز. حكي لنا شوي سارة عن تجربة بحد ذاتها. تجربة كانت صعبة، حضرنا كتير وأخذ مننا كتير تعب، وكان يعني فترات التمرين طويلة وتوجيهات الكوتشية كمان كانت كتير صعبة. كمان دلع، إذا بدنا نحكي عن المنتخب ونحكي بالتفصيل كيف عم بتكون العلاقة والتنظيم، يعني مثل سلمى ما كنا نقول إحنا عسكرية لما بيكون في موضوع جدي، فقديش هذا الشيء فعلا نطبق بمنتهى الجدية؟ العلاقة بين أعضاء الفريق وبين الكوتش كيف كانت؟ هلا كان احنا كفريق واحد كنا كتير منسجمين، كنا يعني نضحك سوا وهيك، وكمان الكوتش كانت معنا كتير يعني بمواقف جدية، وكمان بنفس الوقت كتير كانت متعاملة بلطف معنا،
ويعني كنا عم نتمرن برياحه، حتى يعني اذا لاحظتي كنا عم نلعب برياحه من ثقه الكوتش فينا. طيب يعني سارة ودلعا، خلينا نحكي شوي عن المباراة النهائية كيف كانت، وخصوصا لما كنتوا بلبنان، نحكي عن أجواء المباراة، فينا نقول هيك شوي تكتيك، كيف كنتوا هيك بقلب الملعب؟ لبنان كانت لعبة كتير صعبة، يعني من أصعب اللعب اللي لعبناها بالبطولة الودية وبهي البطولة. كان أول شيء أول لعبة كلها كانت كلوز جيم، لعبنا مان تو مان وضغطونا، عملوا بريس علينا، يعني ما عاد قدرنا، طلعتنا الكوتش اخذ التايم اوت واعطتنا خطه جديده لحتى نطلع من هالبريس. بعدين قدرنا نفرقهم اخر شيء بسبب لياقتنا العاليه. حلو. هلا كانت كثير صعبه المباراه، كانت كلوز جيم كل اللعبه، فانه اخر شيء استفدنا من الثلاثيات اللي حطيناهم، هن اللي اعطونا اخر شيء رياحه، قدرنا نلعب يعني بكتير يعني اريح من الاول، لانه كانت لعبه كثير صعبه وهي من اصعب اللعب اللي بنلعبها. نعم. هلا الشيء المميز انه مثل ما قالت ساره، انه رغم انه الشيء اللي صار كان ضغط كثير كبير، تغيرت الخطه ورجعتوا كملتوا رغم هذا الشيء، وكان في يمكن استيعاب وتفاصيل توزعت على الجميع بنفس المستوى وبنفس المهاره، تمت اللعبه وتم الفوز. هذا الشيء يلي قد ايه تحضرتوا له يمكن نفسيا لحتى قدرتوا انه نحن ممكن نتعرض لاي موقف لاي صعوبه؟ هلا نحن كنا مرتاحين نفسيا، قلت لك الكوتش كانت عطتنا كثير رياحه، ونحن انه بما انه برا ارضنا وبين جمهور الاردن وفزنا وقدرنا ناخذ المركز الاول، فانه كان عندنا حافز كبير انه بارضنا وبين جمهورنا ببلدنا ناخذ المركز الاول. كثير حلو. دلع وساره اكيد رح نكمل حديثنا ونحكي بتفاصيل اكثر، لكن هلا اكيد رح ننتقل الى غرفه الاخبار للاطلاع على اخر واهم المستجدات على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلنا علي معلا. صباح الخير علي. صباح الخير فرح وسلمى. مشاهدينا موجز للانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أدخلت قوات الاحتلال الأمريكية قافلة جديدة مؤلفة من عشرات السيارات والآليات المحملة بعتاد عسكري ومواد لوجستية وصهاريج وقود إلى القامشلي في محافظة الحسكة. مصادر عالمية وأهلية ذكرت أن قافلة من سيارات الدفع الرباعي والإسعاف والشاحنات التي تحمل عتادا عسكريا ومواد لوجستية وصهاريج وقود تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت بشكل غير شرعي عبر الحدود مع شمال العراق إلى القامشلي. تواصلت الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة ومحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم. وتخللت الاحتجاجات وسط بيروت اشتباكات عنيفة بين القوى الأمنية المكلفة بحماية محيط مجلس النواب ومداخله وعدد من المتظاهرين أمام مدخل ساحة النجمة الذين حاولوا اقتحامها. طالب نواب عراقيون رئيس البلاد برهم صالح بترشيح رئيس وزراء جديد مستقل من خارج الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية. وقال النائب محمد الخالدي إن الرئيس صالح تسلم رسميا طلبا موقعا من 150 نائبا لترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء، موضحا أن أكثر من 180 نائبا من كتل سياسية عدة يؤيدون ترشيح رئيس وزراء مقبول من قبل المتظاهرين. استشهد مدنيان يمنيان وأصيب 4 آخرون جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة صعدة. مصدر محلي قال إن مواطنين اثنين استشهدا وأصيب 4 آخرون جراء قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منطقتي شعبان والحجلة بمديرية رازح الحدودية في صعدة. نهاية الموجز، عودة الآن إلى فرح وسلمى لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك زميلنا علي معلا من غرفة الأخبار، وأكيد مكملين بآخر فقراتنا سلمى، الفقرة يلي كتير كانت مميزة الفقرة الرياضية. أكيد فرح، يعني كنا عم نحكي سوا مع الصبايا عن دردش هيك تحت الهواء مع سارة ودلع. دلع أنت الكابتن الفريق، تمام؟ خلينا نحكي بقى هيك شوية تفاصيل، خلص أخذنا كم دقيقة وارتحنا، خلينا نحكي شوية تفاصيل.
اللي كنتي الكابتن، احكي شوي عن تنظيم الدفاع، يعني قائد الفريق، هي المهمه وصعوبتها اكيد. هلا هي اكيد صعبه يعني، بس نحن ما كنا عم نتعامل كانه كابتن، وانه يعني كنا عم نتعامل نفس الشيء كان نفس الرفقه يعني، وكنا كثير روح وحده، كانت كثير حلوه هاي يعني. هذا المنتخب كان غير كل المنتخبات، كثير انبسطنا مع بعض وفرحنا كثير مع بعض. وهلا مشان المباراه كانت كلوز جيم مثل ما قلت لك، كانت نحن نحط سله هم يحطوا سله يعني، كانت يعني كثير متقاربه، احيانا يفرخونا نرجع نفرخهم يرجع يفرخونا، هيك كانت لاخر شيء يعني. الحمد لله فرخناهم. دلع وساره رح نكمل حديثنا، ولكن رح نشوف مشاهد وكيف كانت المباراه مع زميلنا مضر يلي كان طبعا كان متواجد بصاله الفيحاء، عاد بالتقرير التالي بنتابع مع بعض. الفرحة كانت مضاعفة، فالنجاح لم يقتصر على عودة السلة السورية للعب دولياً على أرضها، بل عززته بنجاح ثاني تمثل بفوز منتخب سوريا لسلة الناشئات ببطولة غرب آسيا والتي استضافتها دمشق. وستبقى الرايه السوريه ترفرف في سماء سوريا وسماء كل العالم من خلال الرياضيين الذين يحملون شعله المحبه والسلام لكل الدول. صبايا بيضوا وشنا وبيضوا سوريا، والحمد لله رجعنا بعد وقت طويل نستقبل البطولات بسوريا، وان شاء الله تكون فاتحه خير مو بس على السله السوريه، على الرياضه السوريه بشكل عام. بعتقد هي بدايه وبدايه حلوه، وان شاء الله نستمر بهالطريق. اهم شيء انه البصمه انه سوريا موجوده على الخريطه العربيه والعالميه، انه معروفه سوريا، فينا تنظم هيك بطولات، فهذا كان خطتنا، اهم شيء انه تكون في سوريا وتوجت بفوز منتخبنا. بعد الفوز السهل على المنتخب العراقي، كانت المهمه الصعبه على المنتخب السوري، حيث المواجهه الحاسمه مع نظيره اللبناني وسط معطيات متقاربه، والتفوق اللبناني لفترات طويله لم يتم امام عزيمه بنات سوريا. صرنا 6 اشهر عم نتحضر، اكيد ما راح نخسر بين ارضنا وجمهورنا، لانه نحن الصعب اجتزناه ببطوله الاردن الدوليه، حسنا نحصل عليها، اكيد بارضنا ما بيصير نخسر، كان في رغبه عند البنات للفوز، والحمد لله حسنا نغير تكتيكنا بالشوط الثالث والرابع ونكسر الشيء اللي هن لعبوا علينا، هو الدبل تيم، وحسنا نربح. كان السكور نقطة بنقطة، بس الحمد لله يعني بقلبنا الواحد ودفاعنا الواحد بدنا نربح الحمد لله. ربحنا الحمد لله. شكرا كثير لناجي شجعنا وكان معنا بفرح. هاي سوريا. أحلام في منتخب سوريا استخدامه أوراقا جديدة أمام لبنان، فالتسديد من خارج القوس كان السلاح الفعال والحاسم لكسب الفوز المثير، رغم التقدم اللبناني وبفارق 10 نقاط في بعض المراحل. الحمد لله فزنا يعني، هذا تعبنا وهذا شغل تقريبا فيك تقول 4 شهور هلا، يعني من 4 شهور لهلا وقبلها ببيلاروسيا، وتعب وقت من دراستنا، يعني انا بكالوريا مثلا، من بكالوريا تركنا دراستنا واجينا بس نحقق هذا الشيء، واشتغلنا مع بعض وكنا ايد واحده، وان شاء الله لسه في شغلات احسن. شكرا كثير لكل الجمهور اللي اجى، ونتمنى دائما نكون عند حسن ظنهم ودائما يجي يشجعونا. قوونا الجمهور، دعمونا، ودخلنا بالجو ان شاء الله. الثالث كورتر اهم كورتر كانت، ودخلنا بالجو واخذنا اللعبه. منتخب سوريا نجح في الفوز بالكاس الذهبيه، واكتشاف هام لنخبه من مواهب السله السوريه. يعني بعد ما تابعنا التقرير فرح، اكيد بدنا نشكر زميلنا مضر من قسم الرياضه. يعني اليوم صباحنا متميز وغير، ونحن عم نتفرج على التقرير مو بس مع الصبايا اللي عملوا الانجاز، كمان معنا بالاستوديو امهات الابطال اذا فينا نقول، اللي هن يمكن فينا نقول اكيد امهاتهم اللي هن كانوا الداعم الاساسي لهم. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم، نقولكم اكيد مبروك لكم كمان. يعني هذا الانجاز ساهم فيه الكل، مو بس فينا نقول شطارتكم طبعاً، كمان داعم الأهل. خلينا نحكي شوي كمان عن دور الأهل اليوم، كيف كان بالتحضيرات وبالمباريات وبغيرها. هلا طبعا كانوا معنا بكل شيء، يعني هن بسببهم يعني نحن قدرنا نعمل شيء، بندعمهم إلا تحفيزنا، هن اللي خلونا نلعب باسكت من الأصل، فإنه كل الشكر لهم أكيد.
أكيد. سارة، بدي أعرف أكثر شخص كان داعم لإلك وأكثر موقف يمكن ما بتنسيه من خلال المباريات يلي مريتي فيها. صراحة بعد لعبة العراق كنت شوي متضايقة، ويعني كنت داخلة شوي بانزعاج. بتقلي الماما وبتحكيني وبتقلي إنه أنت كنتي من أجمل اللعبات، ويعني دمعت بوقتها، وهي كانت أول حدا معي وهي دعمي دائما بدرسي وبالباسكت وبكل شيء. كثير حلو. يعني سلمى دائما لما بنشوف نحن الاهل قد ايه بيدعموا اطفالهم، ويعني دائما بتكون النتيجه كثير مميزه وعندهم دافع حتى لحتى يعملوا اكثر. بالنسبه للفريق بشكل خاص، كيف شو اللي بيميز الكوتش دلع لحتى هو يكون فعلا هذا الكوتش بيقدر ياخذ قرارات ويوزع مهام؟ شو اللي بيميزه؟ هلا طبعا هلا اللي بيميز الكوتش ريم انه هي كانت كثير هاديه معنا، كانت ما بتتوتر ابدا، مستحيل تتوتر الكوتش ريم. فهي انه طالما عم تتعامل برياحه وانه هي بتفكر باللعبه قبل بيوم، بتحسب لها، بتخطط كثير. كل فريق له خطه معينه بتوزع؟ طبعا حسب اللعبه، يعني حسب مجريات اللعبه هي بتحدد لنا شو بدنا نلعب، شو الديفنس. يعني كانت كثير عم تفيدنا. طبعا هي كل فضل لها كمان. اكيد. يعني كمان لو وصلنا اليوم لهذا الانجاز، مرينا بعدد من المباريات، كان في مع العراق، لبنان يمكن هي الاصعب مثل ما قلتوا، عدد كبير من المباريات وفريق عدده كبير ومن كل المحافظات السوريه. طبعا خلينا نحكي شوي عن المباريات اللي لعبتوا فيها. شو اصعب مباراه مريتوا فيها غير لبنان؟ كيف كان التخطي فوز بعد فوز؟ يعني كنا متوقعين اكيد نحن عنا اصرار انه نوصل. نوصل بدنا نوصل، بس شوي هي المرحله كيف كانت؟ بالبطوله الوديه اللي لعبناها بالاردن واجهنا فريق الاردن، كمان كان فريق صعب، لعبنا معه مرتين والحمد لله بالمرتين قدرنا نتغلب عليه وبارضه. بس كان كمان الفرق الصعبه اللي لعبنا ضدها، لانه كان طريقه الدفاع عن غريبه. وبعدها بيجي فريق لبنان اللي كان هو الاصعب مثل ما قلنا. دلع، بعد هي المباريات المتتاليه والفوز، خلينا نقول لقدام شو راسمين بالحياه العمليه وحتى بالرياضيه بشكل عام؟ شو راسمه دلع لقدام؟ هلا انا بكالوريا هاي السنه، فانا ان شاء الله هيك انجح اجيب معدل عالي. هلا بالنسبه للمنتخب، هذا المنتخب تحضير لمنتخب السيدات، يعني هذا هو الارتكاز. فانه اذا ضلينا نفسنا وضلينا عم نشد اقوى ونتحسن، فاكيد كمنتخب سيدات كمان حنعمل نتيجه حلوه. كثير حلو. كمان ساره، انا حاطه ببالي بالدراسه اخذ طب، وبعدين اكيد الدراسه بيجي بعد السله. ومثل ما قالت دلع، هذا المنتخب هو اساس لبعدين لمنتخب تحت 18 وللمنتخب تحت 19 وللسيدات. يعني لازم اللاعب يتاسس بالاول بعدين نطلع لفوق. اكيد ممكن نشوفكم كوتش بعدين. ان شاء الله. اكيد. يعني اليوم هيك تعرفنا شوي على شو ببالكم، تعرفنا شوي على المباريات الصعبه. كان بالعموم خلينا نحكي شوي عن مشاركاتكم الرياضيه، قد ايه صاركم بتشاركوا مباريات، كل حدا ايمت انضم للفريق، نحكي شوي عن تجربتكم بالرياضه. هلا انا ب 2015 بلشت العب باسكت. هلا كثير كنت حبة للعبه، وكثير كنت يعني كنت انزل العب فردي لحالي. هلا هذا اللي طورني وحسنني. طبعا ما بنسى الكوتشات اللي وقفوا معي، هن النادي الاشرفيه، كان كثير هن داعمين لي، حببوني بالباسكت، خلوني اتطور اكثر واكثر. يعني كثير انا صار لي بلعب 3 سنين. صراحه كانت بدايتي بكره القدم، هي كانت هوايتي من انا وصغيره. انتقلتي بعدين؟ بعدين شافني الكوتش ايمن سليمان، واكيد له الفضل كثير كبير، ووجهني لكره السله، وبعدها انتسبت لنادي الثوره، وكمان الفضل لكل الكوتشيه وعلى راسهم الكوتش سلام اللاوي. بدي اقول لكم شكرا كثير دلع وساره، شكرا لامهاتكم يلي موجودين معكم وعم بيشجعوكم وعم بيصوروكم. هلا حنشوف الصور بعد الحلقه. بدي اقول شكرا لكل الفريق السوري يلي شارك بهذا الانجاز شخص شخص، وبدنا نشكر الكوتش المميزه اللي قدرت توصلكم لهذا الانجاز وترفع اسم سوريا بالعالي. بتمنى لكم كل التوفيق ومزيد من الانجازات، ودائما تكونوا محققين طموحاتكم. شكرا. اكيد. واكيد بدنا نتشكر باقي الفريق
الفريق كله، بنعرف هلا فترة امتحانات والاغلب يمكن بعد المباراة راحوا كلهم على المحافظات مشان الدراسة، بنشكركم وكنتوا موجودين معنا، نقولوا اكيد التحية للكل، نحن فخورين بكل صبية وبكل بطلة خلينا نقول من ابطالنا بكرة السلة، ان شاء الله السنة الجاية بنستضيفكم ممكن بطولة لبنان، بطولة العالم بإذن الله. شكرا لكم صبايا. شكرا.